الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو في وحدة الهندسة التحليلية للدائرة راح نتكلم حول أول موضوع من مواضيعها اللي هو المحل الهندسي. الآن خلنا نشوف مفهوم المحل الهندسي. المحل الهندسي يسمى المسار الذي ترسمه نقطة تتحرك في المستوى تحت شروط معينة بالمحل الهندسي لتلك النقطة. إذا المحل الهندسي هو عبارة عن مسار أو أثر ترسمه نقطة تتحرك وفق شروط معينة. لحل المسائل المتعلقة بالمحل الهندسي محتاجين إلى قانونين، أن نتذكر قانونين جدا مهمين. أول قانون هو قانون البعد بين النقطتين، هذا القانون جدا مهم تعرفنا عليه سابقا. أيضا قانون البعد بين نقطة ومستقيم، هذا القانون محتاجينه في لحل ماذا؟ المحل الهندسي، مسائل المحل الهندسي. خلنا نشوف أول مسألة، مسائل المحل الهندسي. يقول لك المثال: جد المحل الهندسي للنقطة لنقطة المتحرك أو للنقطة المتحركة سين صاد في المستوى بحيث يكون بعدها عن النقطة 0 0 يساوي بعدها عن النقطة 3 3. إذا البعد بين النقطة سين وصاد وصفر صفر هو نفس البعد بين سين وصاد وثلاثة ثلاثة. إذا خلنا نجيب البعد بين سين وصاد وصفر صفر، البعد بينهما عبارة عن ماذا؟ جذر سين ناقص صفر تربيع زائد صاد ناقص صفر تربيع يساوي. إذا البعد بين هذين الاثنين نقطتين يساوي البعد بين هذين النقطتين. إذا جذر سين ناقص 3 تربيع زائد صاد ناقص 3 تربيع. الآن كيف نتخلص من الجذرين الموجودين هنا في بين الطرفين المساواة؟ نقوم بماذا؟ بالتربيع، نربع الطرف الأول وربع الطرف الثاني. طبعا التربيع يروح مع الجذر، يبقى فقط لا غير انه طبعا سين تربيع، صحيح سين تربيع، اذا سين ناقص صفر وسين زائد صاد تربيع يساوي سين ناقص الثلاثة الكل تربيع زائد صاد ناقص الثلاثة الكل تربيع. هنا يمكننا ان نقوم بماذا؟ بعملية التحليل. اذا سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي مربع الاول، لا ننسى اللي هو فرق اللي هو المربع الكامل. إذا ربع الأول الإشارة في النص ناقص 2 في الأول في الثاني، إذا 2 في 3 في 6 في س زائد مربع الثاني 9 زائد. الآن نفس الصورة تماما، نفك المربع الكامل هنا، إذا ص تربيع ناقص 2 في الأول في الثاني، إذا 6 ص زائد 9. لاحظ أن أنا عندي س تربيع مع س تربيع، وكذلك تروح ص تربيع مع ص تربيع، اللي يبقى فقط لا غير اللي هو سالب 6 س ناقص 6 ص زائد 9 وزائد 9 اذا زائد 18 يساوي 0. نقسم تقسيم سالب 6 طبعا س، نقسم تقسيم سالب 6 هنا ص، نقسم تقسيم سالب 6 ايضا 8 18 تقسيم سالب 6 في كم؟ في سالب 3 يساوي 0. خلينا نشوف المسألة التالية. إذا هي هذا المحل الهندسي. خلينا نشوف المحل الهندسي للنقطة المتحركة سين وصاد في المستوى بحيث تبعد بعدا ثابتا مقدار 3 وحدات عن النقطة 2 وسالب 5. إذا البعد بين هذين النقطتين يساوي كم؟ 3. إذا جذر طلع البعد بين سين وصاد و2 وسالب 5، إذا جذر سين ناقص 2 تربيع زائد صاد ناقص سالب إذا زائد 5 تربيع. كم يساوي هذا؟ يساوي مقدارا ثابتا، كم مقدار؟ 3، بنفس الصورة تماما. نخلص من الجذر من خلال ماذا؟ تربيع، تربيع الطرفين كذا بهذه الصورة. إذا الجذر بيروح مع التربيع، يبقى فقط لا غير هنا عندي س ناقص 2 تربيع زائد ص زائد 5 تربيع يساوي 9. وهذا راح ناخذ هذه الصورة، راح ناخذها ان شاء الله في قادم الوقت هذه المعادلة. خلنا نشوف الان نكمل. جد المحل الهندسي للنقطة س وصاد التي تتحرك في المستوى بحيث تبعد بعدا ثابتا مقدار وحدتين عن المستقيم. الان هذه النقطة تبعد عن هذا المستقيم مقدارا ثابتا مقدار كم؟ وحدتين.
وتمر أيضا أثناء حركتها من نقطة 2 و0. إذا بداية خلينا نشوف البعد بين هذه النقطة والمستقيم. تجين قانون البعد، قانون البعد ذكرناه هو عبارة عن ماذا؟ مطلق اللي هو المعادلة نفسها مع تغيير مكان السين بماذا؟ بالأحداث السين. إذا المعادلة نفسها اللي هي 8 سين نبدلها، نبدلها بماذا؟ بأحداثي الجديدة عندي، لكن هي الأحداث الجديدة اللي عندي في النقطة هي سين نفسها. سين لو كانتني مثلا سين واحد نخليها سين واحد، لو كانتني ألف نخليها ألف، لو كانتني اثنين نخليها اثنين. ناقص 6 صاد، نبدل الصاد بماذا؟ بصاد نفسها، زائد 4. إذا هي هذه ماذا؟ البسط. ماذا عن المقام؟ جذر. المقام عبارة عن مربع الألف زائد مربع الباء اللي هو معامل سين تربيع زائد معامل صاد تربيع. جذر 8 تربيع زائد سالب 6 تربيع، يعني 6 تربيع نفسه تماما، لأن السالب يروح مع التربيع. يساوي كم يساوي هذا؟ قال لك دائما مقدار ثابت. إذا البعد بين هذا وهذا اللي هو هذا بقانون البعد يساوي دائما مقدار ثابت. مقدار كم؟ 1/2. الآن ما هو قيمة جذر 8 تربيع زائد 6 تربيع؟ خلينا نشوفه. إذا مطلق مطلق كم عندي؟ 8 س ناقص 6 ص زائد 4. تحت الجذر كم؟ 8 تربيع 64 زائد 6 تربيع 36 يساوي 2. 64 زائد 36 فيها 100 تحت الجذر، إذن 10. 10 ضرب 2 فيها 20. إذن 8 س ناقص 6 ص زائد 4 داخل المطلق يساوي كم؟ يساوي 20. 17 ضرب 2 20. إذن بهذه الصورة عندي حلين، إما ما بداخل المطلق يساوي 20، إذن 8 س ناقص 6 ص زائد 4 إما أن يساوي 20، أو أنه 8 س ناقص 6 ص زائد 4 يساوي كم؟ يساوي سالب 20. ما بداخل لانه هذا عوض عنه ب 20، مطلق 20 20 ايضا، مطلق سالب 20 ايضا 20. اذا اما انه يكون 20 او انه يكون سالب 20. اذا طبعا نحلها بشكل تقليدي تماما، ننقل ال 20 للجهه الاخرى. اذا 8 س ناقص 6 ص، راح ننقل هذه الاشاره مختلفه سالبه، وهذا راح ننقل الاشاره موجبه مختلفه. اذا راح يبقى عندي هنا ناقص 16 يساوي صفر. أنا 8 س ناقص 6 ص سالب 20 إذا زائد 20 زائد 24 يساوي صفر. الآن نختار واحد منهم. كيف نعرف؟ من خلال المفتاح الآخر اللي أعطاني. قال هذه المعادلة أو هذه النقطة تمر بالنقطة اللي س ص، تمر بالنقطة 2 و0، يعني واحدة من هذا المحل الهندسي، واحدة من هذه المعادلتين تمر بالنقطة كم؟ 2 و0. نعوض هنا 2 ضرب 8 16 ناقص، طبعا هذا الصفر صاد صحيح، صفر راحت. اذا 16 ناقص 16 نعم صفر. اذا النقطه 2 و0 تحقق المعادله 8 س ناقص 16 ص ناقص 16 ناقص 6 ص ناقص 16 يساوي صفر. اذا تحقق هذا المعادله. لو جينا على هذه طبعا ما تحققها اللي هي كم؟ عندي 8 ضرب 2 فيها 16 هذه صفر، زائد 24 فيها كم؟ فيها 40. اذا ما ينفع، إذا فعلا فقط لا غير تحقق هذه المعادلة. إذا المحل الهندسي، إذا المحل الهندسي للنقطة س وص هي ماذا؟ 8 س ناقص 6 ص ناقص 16 يساوي صفر. هي هذا المحل الهندسي. وخلينا نشوف مسألة أخرى. جد المحل الهندسي للنقطة س وص التي تتحرك في المستوى الإحداثي بحيث تبقى على بعدين متساويين من المستقيم الأول والمستقيم الثاني. إذا البعد بين هذا النقطة والمستقيم يساوي نفس البعد بين هذه النقطة والمستقيم الآخر، وأيضا في نفس الوقت تمر بالنقطة 3 و1. إذا خلينا نشوف البعد بين المستقيم والنقطة الأولى بداية. إذا البعد يحتاج مطلق على جذر يساوي
إذن لاحظ مثل ما قلنا سابقا، بداية هني أفضل حاجة نحن نكتبها كمعادلة صفرية اللي هي السين زائد صاد ناقص الواحد يساوي صفر، أفضل حاجة. والسين ناقص صاد ناقص الثلاثة يساوي صفر. نسهل على أنفسنا فقط لا غير. إذا نكتب بداية المعادلة الأولى مع استبدال كل سين بماذا؟ بسين، لأن الأحداث عندي سين فنفسه. إذا سين زائد صاد ناقص الواحد هي هذه المعادلة الصفرية طبعا، على جذر معامل السين، كم معامل السين عندي؟ واحد، زائد معامل الصاد واحد، نفس الصورة هنا. إذا نكتب هذه المعادلة مع استبدال كل سين بماذا؟ بسين، وكل صاد بماذا؟ بصاد، فنفسه. إذا سين ناقص صاد ناقص الثلاثة تحت الجذر، واحد زائد سالب واحد تربيع يعني واحد أيضا. نحن نلاحظ أنه عندي جذر واحد زائد واحد بيروح مع جذر واحد زائد واحد، بيبقى في البسط فقط لا غير، اللي هو مطلق سين زائد الصاد ناقص الواحد يساوي مطلق سين ناقص صاد ناقص ثلاثة. إذا إما عندي سين زائد صاد ناقص الواحد يساوي سين ناقص صاد ناقص ثلاثة، أو سين زائد صاد ناقص الواحد يساوي سالب هذا المقدار. طبعا سالب هذا المقدار كامل فنوزعه مرة واحدة، إذا سالب سين سالب صاد إذا زائد صاد سالب ثلاثة إذا زائد ثلاثة، لأنه أنا عندي إما أنه ما بداخل هذا يساوي موجب هذا العدد، أو ما بداخل هذا العدد يساوي سالب هذا المقدار. نكمل، لاحظ أنه السين تروح مع السين، السين تروح مع السين، وهنا الصاد راح تروح مع الصاد مرة واحدة يساوي، طبعا الصاد منقلة عن الجهة الأخرى بإشارة ماذا؟ بإشارة مختلفة، هنا السالب بإشارة مختلفة، نفس الصورة هني راح ننقل السالب هذا هنا مرة واحدة كله. الآن خلينا نكمل هنا، فهني شو بيبقى عندي؟ الصاد والصاد، إذا اثنين صاد يساوي سالب واحد، روح الجهة الأخرى، إذا بإشارة موجب، إذا سالب اثنين، إذا الصاد كم يساوي؟ صاد يساوي سالب واحد، إذا هو عبارة عن الخط، ذلك الخط الأفقي، خط أفقي، هو عبارة عن خط أفقي. ماذا عن هذا اللي هو المعادلتين لما نساويهم؟ فبالتالي يطلع عندي السالب سين، إذا اثنين سين، سالب واحد يروح الجهة الأخرى موجب، إذا أربعة، إذا السين كم يساوي؟ اثنين، إذا ذلك الخط ماذا؟ الرأسي، خط الرأسي. هنكمل نشوف معادلة أخرى أو مثال آخر. يقول لك جد المحل الهندسي لنقطة متحركة س وص على المستوى الإحداثيين بحيث يكون مجموع بعديها عن نقطتين ثابتتين. إذا البعد بين هذه النقطة والنقطة الأخرى زائد البعد بين هذه النقطتين يساوي دائما مقدار ثابت، مقداره كم؟ ثلاث وحدات. إذا خلينا نشوف البعد بين النقطة س وص مع النقطة الأولى. إذا جذر س ناقص صفر تربيع زائد صاد ناقص اثنين تربيع زائد جذر سين، الآن البعد بين هذه النقطتين ناقص صفر تربيع زائد صاد ناقص سالب يعني زائد اثنين، يساوي دائما مقدار ثابت كم مقداره؟ ثلاث وحدات، يساوي دائما ثلاث وحدات. الآن شو نسوي؟ بعض الطلاب يقول والله أستاذ خلنا نربع الأطراف عشان نتخلص من الجذور، نربع الأطراف بهذه الصورة، لكن أنا لا أنصح بهذه الطريقة، لأنه لا تنسى أنه عندك مربع كامل، راح تربع الأول فراح يروح الجذر ماشي مشكلة، راح تربع الثاني راح يروح أيضا الجذر، لكن لا تنسى أنه عندك حد ثاني اللي هو ماذا؟ الحد الثاني هو عبارة عن اثنين ضرب الجذر الأول في الجذر الثاني، فبالتالي راح يطلع لك لربما مسألة شوية أكثر تعقيدا. افضل حاجه شو تسوي؟ افضل حاجه باب التسهيل فقط لا غير، انه بدايه ما تقوم بالتربيع هنا، فبدايه بدايه تقوم بتحويل الجذر هذا الى الجهه الاخرى، اسهل باب التسهيل فقط لا غير. اذا راح يبقى عندك جذر طبعا س ناقص صفر هو س تربيع زائد ص ناقص 2 تربيع يساوي 3 ناقص جذر
طبعا سين هنا سين تربيع زائد صاد زائد 2 لكل تربيع. الآن تقوم بعملية التربيع، كذا أسهل لك. تربيع تربيع مربع هاي طبعا سين تربيع زائد صاد ناقص 2 تربيع يساوي هذا المربع عندنا مربع كامل، إذا مربع الأول ناقص 2 في الأول في الثاني، إذا 6 تحت الجذر. سين تربيع زائد صاد زائد 2 لكل تربيع زائد عندك أيضا مربع الثاني، مربع الثاني طبعا الجذر بيروح مع التربيع بيبقى فقط لا غير، سين تربيع زائد صاد زائد 2 لكل تربيع. هذا اللي بيبقى. ومن بعد ذلك نلاحظ ان س تربيع راح يروح مع س تربيع، كذلك اللي هو هذا المقدار اجزاء منه لما نحلله حدود وبعض حدود راح تروح مع بعض الحدود من هنا، فبالتالي افضل حاجه نقوم بالتحليل بدايه. اذا س تربيع زائد ص ناقص 2 لكل تربيع اللي هو عفوا خلينا نحلل، اذا مربع الاول مربع الأول ناقص 2 في الأول في الثاني زائد مربع الثاني يساوي 9 ناقص 6 تحت الجذر. س تربيع زائد ص زائد 2 لكل تربيع زائد س تربيع قلنا مربع الأول زائد 2 في الأول في الثاني زائد مربع الثاني. نلاحظ أن الأربعة والصاد تربيع والسين تربيع راح يضرب مع سين تربيع والصاد تربيع والأربعة، وهنا بعد ذلك راح ننقل السالب أربعة هذه لأن بإشارة سالبة راح نوديها للطرف الآخر، والسالب ستة راح نوديه للطرف هذا عشان تروح موجب، عشان تروح موجب. إذن ننقل ستة، قلنا ستة تحت الجذر س تربيع زائد ص زائد 2 لكل تربيع يساوي 9 سالب 4 ص تروح الجهة الأخرى موجب وهني موجب، إذا زائد 8 ص. الآن شو نسوي؟ نقوم بالتربيع، نربع الأطراف. أما نجي نربع نربع هذا الطرف مرة أخرى، تخلص من الجذر ونربع هذا الطرف مرة أخرى. لما نجي نربع هنا لا ننسى أن التربيع يتوزع على 6 ويتوزع على الجذر أيضا، فلما يتوزع على 6 يصير 36، لما يتوزع على الجذر يروح الجذر مع التربيع، إذا س تربيع زائد ص زائد 2 لكل تربيع يساوي. لما نجي هذا طبعا نوزعه خلينا نكتب بداية 9 زائد 8 ص لكل تربيع. بداية خلنا اللي هو طبعا نحلل، إذا 36 الآن عملية جبرية، عملية جبرية ولو طالت تبقى عملية جبرية بسيطة. س تربيع زائد مربع الأول زائد 2 في الأول في الثاني زائد مربع الثاني يساوي مربع الأول، إذا 9 تربيع 81 زائد 2 في الأول في الثاني، إذا 9 ضرب 8 فيها كم؟ في 72 ضرب 2 4 14 يعني 144 ص زائد 8 تربيع طبعا فيها كم؟ فيها 64 نعم ص تربيع. إذا مثل ما قلنا مهما طالت هذه المسائل تبقى مسائل ماذا؟ جبرية عادية بإذن الله. ندخل بعد ذلك ال 36 للداخل، دخل 36 للداخل تبقى 36 س تربيع زائد 36 ص تربيع زائد 36 ضرب الأربعة فيها كم؟ 24 فيها 4 4 1 أيضا 144 ص زائد أيضا هني 144 يساوي 81 زائد 144 ص زائد 64 ص تربيع. هنا إذا نلاحظ إنه عندي أنا 144 ص راح يروح مع 144 ص،
وبعد ذلك 36 سين تربيع. طيب انا عندي هنا زائد زائد 36 هني ناقص ال 64، اذا راح يكون عندي ناقص 28. 28 زائد 36 في كم؟ في 64. نعم صاد تربيع، اذا ما بقى شيء هنا. نعم باقي ال 144 وال 81، اذا زائد 1 اللي هو 3، 14 ناقص ال 8 فيها كم؟ فيها ال 2 وال 4 6 يساوي 0. نستطيع نحن كتابتها الان بهذه الصوره، نكتفي بهذه الصوره وتكون ان شاء الله صوره الصحيحه باذن الله. طبعا هذه معادله راح ناخذها ان شاء الله في الفصل الدراسي الثاني.